ريكوردينج، هي عم بعمل ريكوردينج هلا. خلينا نرجع على هذا. هلا المفروض مبين عندكم الشاشه تبعت الدرو بورد بي دي اف، مزبوط، بلانك سكرين. اخر مره وصلنا ذا 6 سورس اوف انرجي ويتش واز ويند تيرباينز، مزبوط. هلا اليوم راح نكمل في مصادر الطاقه. ضل عندنا اربع مصادر للطاقه راح نحكي عنها. اول واحده منها اللي ضلوا عندنا اللي هي التايدل انرجي، فخليني اجيب راح اجيب السلايد تبعت التايدل انرجي. خلينا بس نكتب هون التايد. التايد اللي هي من المد والجزر. تايدل انرجي، خليني هلا اعمل انسيرت للسلايد تبعتها. فالتايدل انرجي اللي هي رقم 7 تايدل انرجي، وخليني كمان هون احط الرقم 7 هذا 7. هلا راح تلاحظوا في شغله مهمه، في اختلاف اساسي ما بين التايدل انرجي وبعض انواع الانرجيز الثانيه. التايدل انرجي ميزتها لانها مرتبطه بالمد والجزر، والمد والجزر معروفه بالضبط اوقاته. فاحد الادفانتجز الرئيسيه تبعت التايدل انرجي انه بريدكتبل، يعني انا عارف بالضبط ايمتى راح يجيني انرجي من التايدز وايمتى، تمام. وانتم عارفين انه في عندنا تو سايكلز في كل يوم، في اليوم والليله في عندنا هاي تايد، تو هاي تايدز اند تو لو تايدز، اوكي. فخلينا نحط هاي نقطه مهمه، هاي ادفانتج مهمه بالنسبه للتايدل انرجي. خلينا ازيح هاي ونكتب التكست هون. تايدل انرجي is the energy extracted from the tides. واحنا بالعربي عندنا كلمة مد وجزر، في الانجليزي بنقول high tide يعني لما يرتفع المياه، ولو tide اللي هو الجزر، اذا المد والجزر. We اذا basically extract the kinetic energy، يعني حركة المياه لما يصير في مد وجزر. المياه إذا شايفين هون، إذا بتطلعوا شايفين الكيرسر تبعتي البوينتر شايفين كيف لما يرتفع مستوى المياه بسبب المد مثلا، راح تمر المياه على هذا الووتر تيرباين، راح تمر من هون وتعبي المنطقة هاي. هلأ لما يطلع لما يصير جزر وتنزل مستوى المياه، ما بصيرش هاي المياه تضلها مرتفعه اكثر من هاي المياه، فراح ترد المياه تمشي بعكس الاتجاه. وطبعا احنا بالحالتين بنستفيد، ما حد يفكر انه انا في جهه مثلا بستفيد طاقه بعدين بدي ارجع طاقه. اللي بعطيني مصدر الطاقه في الحالتين هو المياه، ففي الحاله هاي المياه راح تحرك التيرباين، وفي الحاله هاي المياه راح تحرك التيرباين، مش التيرباين اتحرك عشان يحرك المياه. ولذلك انا بستفيد في الحالتين. اذا احنا بنستخرج الكينيتيك انرجي الموجوده في المياه، وي بيسكلي اكستراكت ذا كينيتيك انرجي بريزنت ان ذا ووتر ان بوث كونديشنز، في المد وفي الجزر. هلا وان اوف ذا مين ادفانتجز اوف يوزنج اوف ذا انرجي فروم ذا tides. يا شيماء بس احكي له يوطي الصوت هذا، ما بصير هيك عالي. انا معلش اسف ابني عماله طلع صوت. energy from the tides. One of the main advantages of the energy from the tides is that it is completely predictable. يعني معروف بالضبط ايمتى راح يكون المد والجزر، ايمتى المد وايمتى الجزر، ايمتى راح يرتفع مستوى المياه وايمتى راح ينزل. هاي البريدكتبيليتي كثير مهمه وكثير مفيده لنا. متذكرين احنا حكينا احد مشاكل الويند، يعني هلا هون خلينا نحط هاي كومبير ذس تو انذر تو سورسز اوف رينيوبل انرجي، نيملي ويند and solar energy. ايش مشكلتهم الرئيسيه؟ they suffer from the problem of intermittence.
فهاي ميزة مهمة للتايدل انرجي. هلا هي كميتها ممكن ما تكونش كبيرة، ممكن يكون الوقت اللي هي متوفرة فيه مش كتير، بس ميزتها انها predictable، وهاي البريدكتبلتي بتساعد السمارت جريد انه يعمل بلانينج. بقدر اعمل بلانينج، بقدر اعرف، بقدر اعمل بريدكشن الى الامام انه انا في وقت معين راح يجيني طاقة من المد والجزر، وبقدر اعمل حساباتي بحيث اني اكون محضر حالي وعارف انه في اوقات معينة راح يجيني بيك منها، وممكن مثلا اخفف التوليد بالطرق التقليدية، مثلا اخفف التوليد اللي من الغاز مثلا والكول مثلا في هذيك اللحظة، لان انا عارف انه في عندي راح يجيني الطاقة هاي. البريدكتبلتي عكس الانترميتنس يعني، او بتحل هاي. اذا predictability is a great advantage of an energy source. إذا أنا بعرف إمتى هو رح يجي renewable، خصوصا خلينا نقول حتى of a renewable energy source، لأنه مشكلة renewable energy sources بعضها مش كلها زي ما شفنا في الويند والسولر، فيها الانترميتنس، فيها unpredictability. الانترميتنس نوع من unpredictability، يعني هون intermittence which leads to unpredictability. أوكي، هاي النقطة واضحة، هاي نقطة كثير مهمة بالنسبة للتايدل انرجي. إذا خلينا هلا هون نحط نحكي عن الادفانتجز والديسادفانتجز. دكتور ممكن تفضل. طبعا هلا هي بتعتمد بشكل اساسي على جاذبيه القمر صح؟ 100%، ولذلك عندنا تو سايكلز. يعني خلينا اذا بدك، سؤالك كويس، خليني على فكره نرسمها هون. خلينا ارسم السؤال انه على مدار الشهر احنا ايام بيكون القمر اقرب للكره الارضيه، فمرات بيكون بعيد. طبعا في جداول، انا متاكد، انا بعرفش بالتفصيل، بس في جداول سنويه لكل بالضبط ايمتى راح يحصل المد والجزر وقديش راح تكون قيمته وهيك. هذه في جداول كامله طبعا، لانه هي تعتمد على مكان القمر بالنسبه للارض، بعده قربه ما بعد. يعني انا مش تفاصيل، يعني مش خبير فيها، لكن في جداول معينه انا بقدر اتنبا من هون. بتيجي البريدكتبلتي، انه انا مش ما عم بقول انه هي بريدكتبل يعني انها بنفس الوقت كل يوم، بس كوني انا عندي جدول وبقدر اعرف ايمتى هي راح تصير بدقه متناهيه، بقدر اذا اعملها بلانينج. اما ما تفهم مني اني لما بقول انها بريدكتبل انها بتصير ذا سيم تايم افري داي، بس اي شيء حتى لو ما بصيرش بنفس الوقت كل يوم، ما دام انا عارف ايمتى بصير بعتبره بريدكتبل، وهذا بيساعدني اني اعمل بلانينج. اذا انا بعرف مثلا انه شيء معين راح يحصل في وقت معين، بقدر اخطط له بشكل احسن بكثير، وبقدر سواء كان شيء جيد او سيء بقدر اخطط له بشكل احسن بكثير. الخطوره الانسرتينتي هي المشكله في كل شيء، في كل تنظيماتنا وشغلنا، انه انا مش عارف والله انه لا سمح الله بده يصير في مثلا حادث معين، او في هذا يتطلب انه الناس يسحبوا انرجي كثير مثلا، او انا لا سمح الله مش عارف مثلا انه هذا الريسورس راح يخلص او يصير في مشكله، او راح تتعطل محطه معينه لفتره طويله. الانبريدكتبلتي هي المشكله، الانسرتينتي. البريدكتبلتي بتساعدنا كثير، وبتصير مور افيشنت، الريسورسز ويل بي مور افيشنت. لما انا بعرف اخطط بالضبط، بقدر اخطط بالضبط ايمتى بدي الشيء المعين، ما بضيع مصاريف اضافيه ولا بتكلف تكاليف اضافيه. الانسرتينتي هي المشكله اللي بتؤدي الى انفيشنسيز، واحيانا انا حتى اتغلب على الانسرتينتي بدي اضطر اكدس كميات اضافيه، او اخزن كميات اضافيه، او اشتري مخزون اضافي. هذا كله له تكلفه، بس مشكلتي انا بقدرش اتغلب على الانسرتينتي. بحاول اعمل بريدكشن باستعمال الارتفيشال انتليجنس، هلا مثلا صار عندنا تولز نقدر نعمل predict certain things، احاول اتنبأ باشياء معينه، اربطها بالعوامل اللي بتسببها. لكن بشكل عام البريدكتابيليتي از ماتش بيتر. اذا انا بقدر اعمل بريدكشن لشيء معين، الطقس الان زي ما حكينا، بتتذكروا حكيناها اكثر مره في المحاضرات الماضيه، الطقس اذا انا بقدر اعمل بريدكشن للويذر باترنز، هذا بيساعدني كثير اني اتنبأ امتى راح يزيد الديماند على الطاقه، امتى راح يكون في ديماند اكثر، راح تكون فتره بارده مثلا الاسبوع القادم، خلال اليومين مثلا من الاسبوع القادم، بقدر انا اتنبأ واعرف انه راح يصير في ضغط اكثر على الشبكه الكهربائيه مثلا، او راح يصير في طلب اكثر لجرات الغاز مثلا او الكاز او هكذا. فكل ما انا قدرت اني اعمل بريدكتبل بريدكشن احسن واتنبأ بالاشياء معين، بقدر اخطط بشكل احسن، وهذا بيساعدني انه تكون مور افيشنت في استعمال الريسورسز. تمام، خلينا على اي حال نرسم الرسم اللي انت حكيت عنها. خلينا ارسم بس رسمه بسيطه، احنا حكينا المد والجزر، راح ابالغ انا في الرسمه عشان بس تبين الفكره. فلو فرضنا ان الكره الارضيه هيك، وانها محاطه، طبعا هي مش هيك محاطه، بس انا هون كمان ببسط الامور كانها محاطه في غطاء مائي هون. ولما يكون عندي
هاي هون كأنه عم نحكي هي عنا الأرض وال هون أنا يعني بتجاوزا بحط covered with a layer of water. هي مش هيك طبعا، هي المحيطات ما بتكون بهذا الشكل، بس احنا هون تبسيطا عمان ببسطها أنا بهذا الشكل بس حتى نفهم الفكرة. إذا هون عندنا هاي، في هاي اللحظة اللي راح يصير عندي الغطاء المائي هون راح يصير في بهذا الشكل، فراح يبطل بهذا الشكل هيك. كمان هاي مبالغة، كأنه المياه راح تنجذب باتجاه هذا، فالمنطقة هاي اللي موجودة هون هاي وهاي راح يصير فيها مد. هاي صار فيها مد لقوة الجاذبية القمر، وهاي صار فيها مد لضعف جاذبية القمر. وهون في المنطقة هاي وهاي راح يصير عندنا لو تايد جزر برضو كمان، لأنه هون يعني القمر جاذبيته متوسطة بالنسبة للمياه اللي موجودة هون. هاي عملية المد والجزر راح تتكرر زي ما أنتوا شايفين، كل 24 ساعة راح يصير عندي مدين وجزرين. طب دكتور من ناحية نحكي financial أو economic study، نعم feasibility study، من ناحية feasibility نعم. study هل هي مجدية إن الواحد يعمل plant كاملة لمد وجزر ويدفع مصاري على؟ أنا ما أعرف، سؤالك ممتاز، هذا سؤالك ممتاز، وهذا هون بيصير أكيد في economists energy economists بدنا نسميه، وأكيد yes. هذا ال energy economist هو بده يدرس ال feasibility وقول قديش راح تكلفني، وين المكان راح أكلفه أركبه. يعني سؤال ممتاز، خلينا نحطها هاي مثلا هون. مثلا بده يدرس كمان ال environmental impact assessment، في studies اسمها environmental impact assessment. مثلا هلا when studying أو when carrying out a feasibility study to install a renewable energy plant, we must take into consideration the environmental impact. يعني حتى هاي لها environmental impact. مظبوط، هي انت بتقول انها environmental friendly وهو renewable، بس انا لما بركب هاي الاشياء هل بأثر على الحياة المائية المارين لايف نسميها، يعني الاسماك والطحالب والاشياء هاي كل الاشياء الثروه الحيوانيه والنباتيه الموجوده في المنطقه هاي في المحيطات، ايش تاثيرها عليها، شو بتاثر؟ هاي اكيد في ناس بدرسوها، بدرسوا والصعوبه احيانا صعب انك تحط عليها ثمن، يعني هي شيء انفايرمنتال. اذا هون تيك انتو كونسيدريشن مثلا ذا افكت اون وايلد لايف او اللي هي البيلو ووتر لايف، لايف بيلو ووتر. ايش حكيت عفوا؟ بسموها لايف بيلو ووتر. تمام، اللايف بيلو ووتر، الوايلد لايف اللي موجوده، يعني المارين الوايلد لايف هون بهاي الوايلد لايف بشكل عام، وان ذيس كيس مارين لايف، يعني الاشياء النباتات والاسماك والهذا اللي بتعيش تحت الارض، لازم تاخذها هاي بعين الاعتبار. وبدك عدد، بده يصير في تقييم انه ايش البديل، واذا انا ما عملتش هيك شو البديل اللي كنت بدي اعمله، شو اثره على البيئه، وقديش التكلفه، وقديش انا بتوقع يجيني مثلا خلال يوم كامل مثلا من ناحية الطاقة، كم كيلووات راح أركب، قديش راح تكون تكلفة الانرجي اللي هي الكيلووات أور، قديش راح يكلفني الكيلووات أور، كم سنت أو كم قرش، وهكذا. هاي كل هاي الدراسة لازم تنعمل. أوكي ماشي تمام. طيب خلينا إذن هلأ نحط الأدفانتجز والديسأدفانتجز، فخلينا أحاول أكتبهم هون. إذن هنحط هون مثلا الأدفانتجز، واضح أحد الأدفانتجز الأساسية إنه هذا طبعا renewable resource، لأنه هاي الطاقة نفس الإشي، هاي الطاقة بعتبر إنها موجودة باستمرار، راح تظلها متجددة، التايد راح يكون متجدد موجود دائما، فما عندنا هذا it is a renewable resource. non-polluting، non-polluting resource كمان، هاي اللي حكيتها فوق it's a predictable source of energy، يعني we know exactly the amount of energy that will be produced and at which times. هاي نقطة مهمة،
بشكل عام هم حاطين low cost. هلا low cost يمكن للانرجي، بعرفش اذا في high cost للانستليشن، بس low cost of energy. وبعدين long life، يعني بتوقع بعرفش انا قديش النومينال لايف، هاي بنسميها النومينال لايف، يعني قديش الحياه المتوقعه، الفتره الزمنيه المتوقعه على هذا النظام. هلا مشكلتنا الديس ادفانتجز، هاي كابيتال كوست، يعني التركيب تكلفه التركيب عاليه، هاي كابيتال كوست. اذا شو اللو كوست اللي حطيناه هون؟ لو كوست للانرجي، اني اخذ منها انرجي. بالنسبه للهايدرو اظن الهايدرو حكينا عنها زي هيك، السدود نفس الشيء، هاي كابيتال كوست، بدي تكلفه عاليه حتى ابني السد، بس بعدين حتى اخذ منه طاقه، الطاقه غير مش عاليه التكاليف. هلا هون كمان ليميتد لوكيشنز، مش اي مكان بقدر اروح واركب على الشاطئ. اذا ليميتد لوكيشنز ات ويتش ذس can be installed. الآن عندنا هون حكينا detrimental effect to marine life. في حين الوينتر باينز كان detrimental effect للبيردز، باتس وبيردز، الطيور خصوصا الطيور المهاجرة في أوقات معينة من السنة ممكن تضرب فيها البليدز تبعت الوينتر باين. نعم زي الوينتر باين بالضبط، الوينتر باين أثروا على الطيور، هون الأثر على المارين لايف. إذا هون detrimental effect on marine life. وفي عندنا long gestation time، تتذكر long gestation time حكينا عنها عن أكثر من، حكينا النيوكلير كان long gestation time، يعني بدي فترة طويلة حتى أبني المحطة، واللونج gestation time أظن كانت كمان عن الهايدرو، بدي فترة طويلة حتى أبني سد. فالجستيشن تايم يعني الفترة اللي بأخذها حتى أبني هذا النظام وأشغله وأقدر أخذ منه طاقة. طيب خلينا نوقف الآن، خليني أخزن هاي الفايل. أعمل stop.